السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين ديالنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فاجعة كبرى أصابت أفراد الجالية المغربية أو أفراد عائلة مغربية مقيمة بالخارج اللي دخلت عبر مدينة بني نصار وقصدات أو عبر ميناء بني نصار وقصدات مدينة القنيطرة مسقط الرأس ديال هاد العائلة، حيث وقفت العائلة بمدينة بني نصار حيث تم فين تناولت وجبة غذائية في أحد المطاعم المتواجد بالمدينة، وبعد ذلك شدوا الطريق مباشرة إلى القنيطرة. القنيطرة هناك عندهم واحد الدري صغير شدوا المغص والحريق في البطن ديالو، ومن بعد ما قصدوا الطبيب هذا الرضيع اللي في عمره 18 شهر توفي مباشرة جراء تسمم غذائي. والعائلة ديالو أو الأسرة ديالو المتكونة من 4 أفراد صابوا حتى هما بتسمم غذائي، كيمكتو حاليا في مستشفى مدينة القنيطرة. ومجرد علمها بالموضوع السلطات المحلية ديال مدينة القنيطرة ومكتب الصحة والمكتب ديال لونسا راسلوا نظرائهم بمدينة الناظور اللي قاموا بجولة أو بحملة باش يكتشفوا شنو كاين في هذا الريستوران اللي كاين اللي كلاو فيها الناس بمدينة بني نصر. وتم حجز عدد كبير من المواد الفاسدة اللي تم الإتلاف ديالها في مولاريس في مدينة بني نصر كما غادي تشاهدوا في الفيديو، وتم تحرير محضر من قبل السلطات المحلية ورجال الأمن الوطني ومكتب الصحة بجامعة بني نصر، وكذلك قائد المقاطعة الرابعة بمدينة بني نصر، حيث تم حجز كمية كبيرة وتم كما قلنا قبل قليل الحرق ديال هاد الكمية ديال المواد الفاسدة بمنطقة مولاريس بمدينة بني نصر. هذا وكيتم البحث في هاد الفاجعة اللي أصابت أسرة مقيمة بالخارج، أسرة مغربية مقيمة بالخارج الأصل ديالها من مدينة القنيطرة، وغادي يتم فتح تحقيق من أجل معرفة حقيقة هذا الأمر. تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.